سلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، اتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. واليوم عندي لكم ماسك ديال الشعر، زوين ترطيب الشعر، وبالنسبه لمزيان الزغبه اللي كتكون ناشفه او الشعر اللي كيكون بحال هايج كيوقف، مغذي ومرطب في نفس الوقت. ندوزو نشوفو الماسك. بالنسبه لمكونات الماسك عندنا الرز. الرز خديناه وسلقناه في الماء بوحدو، في الماء بوحدو، ما نديرو ليه حتى حاجه غير الماء تيتسلق. ومن الاحسن اننا نختارو داك الرز اللي كنقولو بحال مهرمش، ماشي داك الكلاصي، داك هذا اللي كيكون بحال مهرمش، كيكون فيه نشا بزاف اكثر من الاخر. وهذا بيضه، واللي لقى تكون بيضه بلديه يكون احسن. وعندنا زيت، اي زيت كاين عندكم، انا الكوكو كنفضلو، كنفضلو الشعر. وعندنا بنانه، تكون بنانه طايبه، حتى هذه اللي عندي راه ما طايبهش بزاف. والزبده، ندير واحد معلقه ديال الزبده على حسب الشعر، كاين اللي عندها شعر طويل ولا كثيف راه تحتاج كميه اكبر. بالنسبه لهاد المكونات كاملين كنديروهم، كنميكسيوهم وكنحصلوا على واحد لو جيل هو اللي غادي نخدموا به. المهم غادي نبدا معكم الرز. الزبده راه معروفه البنات، معروفه الزبده لترطيب الشعر. هذا الماسك راه هو اسيوي، معروفين بيه الناس ديال اسيا، راه معروف شعرهم كيكون. وعندنا ناخذ معلقه ديال زيت الكوكو، هو نورمالمون كيكون في البرد كيولي جامد، كيجمد في البرد. وهادشي كامل ميكسيو. وفاش كنميكسيو العناصر كتولي عندنا، كيكون عندنا هاد القوام البنات، جا كلشي هي بحال مايونيز. المهم صافي عمرت التفصيله، خلي مازال هنا ولكن بارك غير باش نوريكم السيل ديالو. دابا غادي طريقه مهمه، طريقه غادي نبداو غادي نابليكيو على الزغبه من الجدر حتى الاطراف، حتى الاخر ديال الزغبه. كل زغبه كل ناخذوا الخصال هكا ونخدموهم شويه بشويه، ماشي غير نجيو بحال بحال الشكل باش كنقادو الحنه الشعر، كنبقاو شويه بشويه حتى كنساليو الشعر كامل وكنجمعوه وكنديرو سلوفه او شي حاجه، شي بلاستيك، باش كيسخن، باش كيرد ديك السخونيه على الزغبه، باش كتستافد منه، كتشرب كاع هذوك العناصر اللي درنا. وكيتخلاش ساعتين حتى 3 سوايع. زوين الشعر، ما غاديش يعني واخا تخليه 3 سوايع ما يوقع له والو، بالعكس مزيان. ومازال وصفات اخرى ان شاء الله، هي بالماء ديال الرز، بالماء ديال الرز بوحدو حتى هو كيتصايبوا به ماسكات الشعر وزالين ان شاء الله غادي نديروهم. وهذا هو الماسك اليوم، نتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا. وسمحوا لي بزاف لانني مريضه، ضربني البرد صوتي ماشي هو هذاك. كنتمنى ان شاء الله هذا الماسك يعجبكم وتجربوه وتردوا عليا، وشكرا لكم. ميرسي.